خطاب تعزية. الحمد لله الباقي وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، فضيلة الشيخ عبد الله بن أحمد فال ولد أحمدنا حفظه الله. قد تلقينا ببالغ الأسى نبأ وفاة أخينا العلامة أحمد فال ولد أحمدنا رحمه الله، شيخ محضرة عين الخشبة، وإنا لله وإنا إليه راجعون. إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى. إن موت العلماء والأولياء من نقص الأرض والأخذ من طرفها، على تأويل ابن عباس ومجاهد في قوله تعالى: أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، سورة الرعد الآية 41. فنعزيكم وإخوتكم الكرام وأهلنا أهل حماد وجميع القبيلة، كما نعزي طلاب العلم والعلماء في كل مكان، ونسأله سبحانه تعالى بمنه وفضله أن يغفر له ويسكنه فسيح جناته، وينزله منازل الصالحين والأولياء، وأن يديم البركة في أهله وذويه. لا أراكم الله مكروها، وحفظكم من كل سوء، محبكم عبد الله بن الشيخ المحفوظ بن بجة.